السؤال الأبدي واللي دايما بيتكرر كتير، ايه افضل موبايل او افضل موبايلات عامه من فئه سعر 1000 ل 2000 جنيه؟ واضح ان في جمهور كبير جدا جدا مهتم بالفئه السعريه دي، فان شاء الله في الفيديو ده كده هجيب لك الملخص واقول لك افضل موبايل تقدر تشتريه او افضل موبايلات عامه من وجهه نظري بالترتيب من اعلى موبايل لاقل موبايل تقدر تشتريه في فئه سعر من 1000 ل 2000 جنيه. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة MK Reviews. في وقت تسجيل الفيديو ده بالتحديد تم الاعلان عن سلسلة واوي الجديدة، سلسلة الميت، السلسلة اللي ببقى متحمس لها كل سنة عشان اعرف ايه الجديد فيها. فبصراحة كده يعني حابب ان انا ادردش معاكم شوية عن الميت 40 برو بلس، الموبايل الوحش الجديد من شركة واوي. بس قبل ما اتكلم عن الموبايل ده، في بعض الاسئلة كده شغلة اكتر الناس، فقلت كده صاحبي يعني ان انا اجاوب على الاسئلة دي قبل ما اتكلم عن الواوي ميت 40 برو بلس. بس خلينا كده قبل ما نبدا في السؤال الاول على طول كده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك منها دايما كل جديد. اما دلوقتي بقى فخلينا نبدا مع اول سؤال، وهو افضل موبايل او موبايلات من 1000 ل 2000 جنيه، السؤال اللي ليه جمهور كبير جدا وشاغل عدد كبير جدا من الناس. بص بقى صاحبي، انا هجاوب لك على السؤال ده من وجهه نظر انا الشخصيه، لو انا هشتري في الفئه دي اشتري ايه بالظبط. هرتب لك الموبايلات اللي هقولها دي من افضل موبايل للاقل لحد ما نوصل لاقل موبايل. واول موبايل هرشحه في الفئه دي هو الريدمي 9C، موبايل يعتبر ممتاز جدا جدا جدا، معاك تصميم مميز، عندك 3 كاميرات في الظهر، عندك كمان البصمه موجوده في الظهر، مازال الموبايل ده يعتبر الموبايل الوحيد اللي بيحافظ على البصمه في الفئه دي، عندك 3 جيجا بايت رام و32 جيجا ذاكره داخليه، وده الاول مره نشوف 3 جيجا بايت رام في الفئه دي، عندك معالج جيمنج الهيليو جي 35، يعتبر معالج مميز جدا وكويس في نقطه الالعاب، عندك كمان شاشه 6.5 انش من النوع اي بي اس ال سي دي بدقه اتش دي بلس، وتعتبر الرؤيه بتاعتها ممتازه تحت اشعه الشمس، مش هتواجه تقريبا اي مشاكل، عندك كمان بطاريه 5000 ملي امبير هتقضي معاك اليوم بدون اي مشاكل. وده بالنسبه لي اول ترشيح في الفئه دي، ويعتبر اقوى اداء هتاخده، زائد كمان انك هتاخد اداء كاميرات سواء كانت خلفيه او اماميه يعتبر مقبول وكويس على الفئه السعريه دي. ولكن بقولها لك للمره المليون، لو حضرتك بتفكر في موبايل للتصوير ما تجيبش في الفئه السعريه دي خالص، لازم تطلع للفئات السعريه اللي فوق ال 3000 جنيه، ما تفكرش في الفئات السعريه دي في نقطه الكاميرات لو الكاميرات هي اهتمامك رقم واحد. اما لو انت عايز موبايل بيقضي الغرض في الكاميرات وبتبص على موضوع الاداء والشاشه والحاجات دي، والكاميرات من ضمن اهتمامك مش اهتمامك الاول، فاشتري في الفئه السعريه دي مفيش اي مشكله. العيبين الوحيدين اللي يخلوك ما تفكرش في الريدمي 9C من وجهه نظري، اول حاجه ان الموبايل ده ما بيجيش بجراب وسماعه في العلبه، تاني حاجة الشاحن هنا 10 واط، واخيرا بيجي بمدخل مايكرو يو اس بي. ده كده بالنسبة لاول ترشيح من فئة سعر 1000 ل 2000 جنيه. اما بالنسبة لتاني ترشيح بقى، فهنا هرشح ريلمي سي 11، يعتبر المنافس المباشر للريدمي 9C، ولكن ريدمي 9C بيتفوق عليه شوية. هنا برضو في الريلمي سي 11 انت معاك موبايل تصميمه من مادة البولي كاربونت، تصميم شيك، معاك شاشة 6.5 انش برضو من النوع اي بي اس ال سي دي بدقة اتش دي بلس، وهتشوفها تحت اشعة الشمس بدون اي مشاكل. معاك ورا كاميرتين مش 3 كاميرات زي الريدمي 9C، ومعاك معالج ميديا تك هيليو جي 35، نفس المعالج الموجود بالظبط في الريدمي 9C، ولكن هنا انت معاك 2 جيجا بايت رام 32 جيجا ذاكره داخليه، يعني بالنسبه للرام ريدمي 9C اعلى شويه. ده زائد بقى في الاخر انك معاك بطاريه 5000 ملي امبير برضه هتقضي معاك اليوم لاخره بدون اي مشاكل. العيوب الموجوده في الريلمي سي 11، لو العيوب دي مش هتتماشى معاك خلاص ما تشتريش الموبايل ده. واول واهم واكبر عيب ان الموبايل ده بيجي من غير بصمه، على عكس البصمه الموجوده في الريدمي 9C. تاني عيب ان الموبايل بيجي برضه بشاحن 10 واط، تالت عيب مايكرو يو اس بي، رابع عيب الموبايل بيجي من غير جراب وسماعه، واخيرا الموبايل بيجي ب 2 جيجا بايت رام في حين ان ريدمي 9C بيجي ب 3 جيجا بايت رام. نيجي بقى لتالت موبايل موجود معانا في الفئه دي من وجهه نظري يستاهل انك تشتريه، وهو الايتيل بي 36 برو، موبايل مميز جدا جدا جدا، ويعتبر سعره اقل شويتين عن ريدمي 9C وعن ريلمي سي 11، سعر الموبايل حوالي 1500 جنيه. هنا انت معاك تصميم شيك، معاك كاميرتين في الظهر، معاك بصمه،
معاك شاشه 6.5 انش اي بي اس ال سي دي اتش دي بلس هتشوفها تحت اشعه الشمس، معاك اداء مميز جدا 2 جيجا بايت رام 32 جيجا ذاكره داخليه، ومعاك برضو معالج مخصص للالعاب، واخيرا معاك بطاريه 5000 ملي امبير. ولكن الاي تي ال بي 36 برو يعتبر اقل شويه في نقطه الاداء عن ريلمي سي 11 وعن ريدمي 9 سي، وبرضو يعتبر اقل شويه برضو في نقطه الكاميرات بالنسبه للكاميرات الخلفيه او حتى الكاميرا الاماميه. ولكن اللي بيميز الاي تي ال بي 36 برو عن ريلمي سي 11 اللي هو المفروض اغلى منه بحوالي 400 جنيه ان الاي تي ال بي 36 برو ما زال محتفظ بنقطه البصمه. بس كده دول الثلاث موبايلات اللي من وجهه نظري يستاهلوا انك تشتريهم في اواخر 2020، ما تفكرش في اي موبايل تاني. هم دول الثلاث موبايلات اللي بيقدموا لك اعلى قيمه مقابل السعر، وانا طبعا قلتهم بالترتيب من وجهه نظري: ريدمي 9 سي، ريدمي سي 11، واخيرا اي تي ال بي 36 برو. دول كده الترتيب من وجهه نظري. انت بقى وجهه نظرك انت صاحبي، شوف انهي موبايل من دول ينفعك وعلى طول روح اشتريه. سؤال تاني سريعا كده معانا، شوف تكرر كتير: هل سامسونج نوت 20 الترا افضل ولا الاوبو فايند اكس 2 برو؟ والله هو لو انت بتفكر في اداء، يهمك الاداء وعايز شاشه كواد اتش دي بلس مع ال 120 هرتز شغالين في نفس الوقت، من الاخر كده انت عايز اداء، عايز تصميم جلد بريميوم، هنا هتفكر في الاوبو فايند اكس 2 برو. ده زائد كمان انك عايز شاحن خطير 65 واط، شاحن قنبله صاروخي. اما بقى لو انت عايز موبايل ما بيقدمش مهامه كموبايل بس، لا هو ما بين الموبايل وما بين التابلت، ده زائد انك عايز كاميرات مميزه جدا جدا وخصوصا في اسلوب المعالجه، بتحب معالجات سامسونج الاكزينوس بشكل كبير وخصوصا الاكزينوس 990 الحزين زي ما بيقولوا، ده زائد كمان انك من عشاق نقطه القلم اللي بصراحه بيقدم تقنيات وبيفتح لك حاجات كتير انك تعملها بشكل مش طبيعي، هنا اختيارك هيكون السامسونج نوت 20 الترا. فبصراحة انا شايف ان الموبايلين موبايلين كويسين جدا، كل واحد فيهم ليه توجه مختلف عن التاني، فشوف انت بتفضل ايه بالظبط من الحاجات اللي انا قلتها دي، وبناء عليها تحدد اذا كان الاوبو فايند اكس 2 برو هو اختيارك او السامسونج نوت 20 الترا. ويارد تحط معاهم في النص وان بلس 8 برو، يعتبر موبايل برضو ممتاز جدا جدا جدا، وتقريبا كده هو والاوبو فايند اكس 2 برو نفس الفكره بالظبط ونفس كل حاجه، لانهم تبع شركه او تبع مجموعه البي بي كي، تعتبر مجموعه واحده عاملين الموبايلات زي بعض بشكل كبير. اما دلوقتي بقى فخلينا ندردش شويه كده مع الميت 40 برو بلس، اخر صيحات واوي واخر ما توصلت ليه واوي من تكنولوجيا في الموبايل ده. مبدئيا كده تصميم الميت السنة دي مختلف عن اي سنة شفناها. السنة دي الموبايل جاي بظهر متدرج تدرج خفيف كده، الوش والظهر اكيد من الازاز والفريم من الالومنيوم، ولكن شكل الكاميرات شكله غريب كده، الكاميرات واخدة دايرة سودة وفي دايرة جوه دايرة الكاميرات بتبقى بلون الظهر بالظبط. تصميم غريب بصراحة ومش قادر احدد اذا كان التصميم ده كويس ولا مش كويس، ولكن عاش وشابوه شركة واوي على هذا التصميم المميز الغريب الجديد في نفس الوقت واللي اول مرة نشوفه. الموبايل كمان السنة دي والمميز فيه انه جاي بخمس كاميرات، الخمس كاميرات متوحشين زيادة عن اللزوم. ده زائد كمان ان شركة واوي قالت في المؤتمر ان سلسلة الميت كلها جاية بالمعالج الجديد الكرين 9000 اللي هو المفروض اقوى معالج في العالم حاليا على كلام شركة واوي، وان هو كمان اقوى من الابل اي 14 بايونيك، لانهم بيقولوا ان المعالج ده جواه حوالي 15 مليار و300 مليون ترانزستور داخل المعالج ده، والمعالج هنا برضه مصنوع بتقنيه 5 نانومتر، يعني موفر في البطاريه بشكل كبير، في حين ان الابل اي 14 بايونيك كان جايب 11 مليار ترانزستور داخل المعالج. فهم هنا بيقولوا ان المعالج ده تقريبا اقوى معالج في العالم حاليا. مش عارف، مش هقدر اكرر ولا احكم على اي حاجه غير لما اجرب الموبايل ده على ارض الواقع واشوف فعلا هل الكرين 9000 الجديد يعتبر اقوى معالج ولا مش اقوى معالج. كمان الموبايل جاي ب 12 جيجا بايت رام و256 جيجا ذاكره داخليه، وجاي بشاشه سفاحه، شاشه كيرفد من جميع الجوانب، وبصراحه الكيرف جاي زياده عن اللزوم من الجناب، يعني بميل لشاشه الكيرفد، ولكن عندي مشكله مع حته اللمسات الخاطئه، ولكن شركه واوي قالت في المؤتمر ان هم ظبطوا السوفت وير بحيث ان انت وانت ماسك الموبايل بطن ايدك ما تعملش لمسات خاطئه في الشاشه، ودي تعتبر حاجه كويسه جدا، ولكن برضو محتاجين ان احنا نتاكد من النقطه دي. الشاشه هنا
للاسف جايه بريفريش ريت 90 يعني مش 120 زي بقيه الشركات، وعندي اعتراض هنا بقى بالتحديد على حته ريفريش ريت 90 مش ال 120، وكمان الشاشه هنا فول اتش دي بلس مش كواد اتش دي بلس، مع انه ده موبايل فلاج شيب سعره 1400 دولار. فبصراحه انا معترض على نقطه التسعير من شركه هواوي، وخصوصا ان الموبايل ده بيجي من غير خدمات جوجل. واخيرا الموبايل جاي ببطاريه 4400 ملي امبير، وجاي مع شاحن سريع جديد من هواوي 66 واط، ودي تعتبر حاجه كويسه جدا، ويعتبر منافس بشكل كبير لحاجه زي الاوبو فايند اكس 2 برو اللي هو المفروض من شركه اوبو، اللي هو جاي بشاحن 65 واط، وده كان اعلى رقم تقريبا في الشركات العملاقه في الموبايلات بتاعتها الفلاكشيب. فهنا 66 واط ده بقى اعلى رقم حاليا موجود، باستثناء شركه زي شاومي، لان الموبايلات بتاعت شاومي اللي جايه بشواحن 120 واط لسه ما نزلتش مصر. بس كده دي سريعا كل حاجه عن سلسله الميت، وخصوصا الميت 40 برو بلس. لو عايزين تفاصيل كتير عن الموبايلات دي فيا ريت تسيبوا لي تحت الفيديو ده في كومنت. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وكالعاده اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.